نأمل إن شاء الله في المرحلة الاستئنافية أن يعانق باقي المتهمين الحرية. نحن ننظر إلى هذا الحكم بعين الرضا لما قررت المحكمة براءة جميع المتهمين من جريمة التجارة البشر ومن جنحة النصب ومؤاخذتهم من أجل باقي التهم التي تعتبر جنح والتي نقول بأنها ممكن بإمكاننا أن نأتي بأحكام أقل مما حكم به هؤلاء المتهمون يومه. شكرا للهيئة القضائية، شكرا للنيابة العامة، شكرا لباقي زميلاتي وزملائي في هيئة الدفاع على المجهود الذي بذلوه، شكرا كذلك للمسؤولين القضائيين لدى محكمة الاستئناف السيد الوكيل العام وكذلك السيد الرئيس الأول بتعليماتهما بطبيعة الحال. متعنا بمحاكمة عادلة بكل ما في الكلمة من معنى، كنا نرافع وكنا نتدافع لا هيئة الدفاع ولا النيابة العامة في إطار قانون سليم في احترام كبير لبعضنا البعض. ماذا عساني أن أقول؟ ما لا يمكنني إلا أن أختم كلمتي بأنني فخور بكوني مغربي أنتمي إلى المملكة المغربية الشريفة بقضائها بمؤسساتها بملكها بشعبها. نحن علينا أن نقول وأن نفتخر بكوننا مغاربة، افتخروا ببلدكم وبملككم وبمؤسساتكم. قبل الختام، يعني السيد وكيل العام أشاد يعني بالدور ديالكم يعني في المحاكمة، لماذا نقول بأن النيابة العامة هي خصم شريف؟ خصم ولكن شريف، ما معنى؟ يعني هناك في الخصم الشريف، صحيح أنه سطر متابعة في حق موكلينا، ولكن لما نتدافع في إطار قانوني سليم ينقنع ويقنعني. وفعلا تبين لكم أنتم كصحافة في الجلسة الفارطة في مداخلة السيد الوكيل العام في تعقيبه على تعقيب هيئة الدفاع، صرح فعلا بأنها كانت محاكمة نموذجية من حيث القانون، ولو كان يعلم بأنها ستكون في هذا المستوى العالي والراقي جدا لطالب تصوير هذه أو تسجيل هذه المحاكمة لتبقى نبراسا للسادة القضاة الملحقين وكذلك للمحامون المتمرنون وتبقى كذلك للتاريخ. تنشكر السيد الوكيل العام على هذه الكلمة الرائعة الطيبة التي ستبقى منقوشة في مخيلتنا وفي كل جوارحنا بطبيعة الحال، ونعده بأنه سنبقى في نظره في نفس المستوى الذي وضعه فينا إن لم نزيد أكثر، لأن هذا تكليف وليس تشريف وليس بعزيز. هذا ما قاله السيد الوكيل العام على هيئة الدفاع، ليس بعزيز على هيئة الدفاع، لأنه فعلا لدينا في مدينة الدار البيضاء هيئة محامين تزخر بطاقات من لها كعب عالي في القانون، في الملاءة القانونية، في الاحترام للمؤسسات بطبيعة الحال، وليس فقط هي مثال هيئة الدار البيضاء، ولكن باقي الهيئات الأخرى لا نبخس حقها.